السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد من سلسلة موجودات زراعية. وما زلنا تحت المجموعات الفطرية وهنكمل مع بعض مجموعة الأمايب. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن أول فرع من فروع مجموعة الأمايب. النهاردة هنتكلم عن أربع مواد فعالة يندرجوا تحت مجموعة الأمايب مباشرة. هنتكلم النهاردة عن أربع مواد فعالة يندرجوا تحت مجموعة الأمايب. المادة الفعالة الأولى وهي السيفلوفينامايد، المادة الفعالة الثانية المانديبروبامايد، والمادة الفعالة الثالثة اللي هي البروكلوراس، والمادة الفعالة الرابعة وهي الترايفيورين. المادة الفعالة الأولى اللي هنتكلم عنها النهاردة وهي السيفلوفينامايد. السيفلوفينامايد مبيد جهازي وقائي علاجي، له طبيعة فريدة من نوعها. هو من المبيدات الحديثة التي سجلت على أمراض البياض الدقيقي على العديد من المحاصيل. له فعل او طريقة الفعل بتاعته له رينج واسع من طريقة الفعل او التأثير على الفطريات، فهو يؤثر على تكوين الاستروليات، يؤثر على تكوين البروتين، يؤثر على تكوين اغشية الخلايا الفطر. يتميز المبيد بانه يمتص سريعا داخل النبات، كما ان له ضغط بخاري، ولذلك فانه يصل الى الاماكن التي لم يصل لها محلول الرش. مميزات المادة الفعالة أن لها خصائص الالتصاق بمجرد الرش على أسطح النبات، ولذلك ينصح باستخدامها عند مقاومة أمراض البياض الدقيقي في الزراعات التي تروى بنظام الري بالرش أو عند وجود الأمطار. الأبلير الخلط قابل للخلط مع معظم المبيدات والأسمدة، ولكن يفضل إجراء تجربة الخلط، ولا يفضل الخلط مع المحاليل ذات الوسط القلوي الشديد والحامضية الشديدة والمواد شديدة الأكسدة. الـ PHI 9 أيام مسجل في مصر ريت ريب 5% EW. المادة الفعالة الثانية معانا وهي المانديبروبامايد. المانديبروبامايد مبيد فطري وقائي، له تأثير ضعيف كعلاجي، فهو في الأساس وقائي، ولذلك نجد أن أغلب المبيدات أو الصور التجارية الموجود بها المادة الفعالة يخلط معه مادة فعالة أخرى. يستخدم هذا المبيد للسيطرة على مجموعة الفطريات البيضية. هذه المادة الفعالة تؤثر على إنبات الجراثيم وتثبيط نمو الميثيليوم. من الخصائص هذه المادة أنها تمتص عن طريق الطبقة الشمعية على النبات، ولذلك تقاوم أو تعزز مقاومة غسيل الأمطار مثل المادة السابقة. فهي تقاوم غسيل الأمطار ويمكن استخدامها تحت نظم الري بالرش. الـ PHI ليها يوم واحد إذا استخدمت منفردة، وطبعا اتكلمنا في موضوع PHI قبل كده إن هي لو المادة مخلوطة مع مادة تانية بيكون التأثير مختلف أو الـ PHI مختلف. الأبلية الخلط قابل للخلط مع معظم المبيدات والأسمدة، ولكن يفضل إجراء تجربة الخلط. مسجل في مصر بيرجادو سي 27% WG، وده مانديبروبامايد مع اوكسيكلور نحاس. المادة الثانية وهي الريفاس 25% SC. ريفاس ام زد 65% WG، وده مانديبروبامايد مع مانكوزين. ريفاس توب 50% SC، وده مانديبروبامايد مع ديفينوكولازول. المادة الفعالة الثالثة معانا وهي البروكلوراس، وده مبيد فطري علاجي وقائي، يمنع تكوين الاسترولات، كما انه يثبط تكوين البروتينات في هيفات الفطر. مسجل في مصر على امراض البياض الدقيقي وصدأ الفاصوليا واعفان الثمار والقشرة السوداء في البطاطس ولفحة الساق الصمغية في القرعيات واعفان الجذور وموت البدرات، متوافق مع برامج الاي بي ام. الـ PHI من 7 ل 60 يوم، وده رينج واسع جدا، ولذلك ينصح بقراءة التوصية الفنية لكل منتج تجاري ومعرفة المحصول المعامل. الأبلية الخلط قابل للخلط مع معظم المبيدات والأسمدة، ولكن يفضل إجراء تجربة الخلط قبل خلط الكميات الكبيرة. مسجل في مصر في انجابرو 45% EW، ومسجل ماستر 25% EC، مسجل ليدر 45% EC. المادة الفعالة الرابعة والأخيرة معانا وهي الترايفورين. والترايفورين مبيد فطري جهازي وقائي علاجي، يؤثر على الاسترولات وبالتالي يؤثر على تكوين جذور الخلايا. المسجل في مصر على أمراض البياض الدقيقي والجرم. الـ PHI 21 يوم،
والقابلية للخلط قابل للخلط مع معظم المبيدات والأسمدة، ولكن يفضل إجراء تجربة الخلط أولا. مسجل في مصر سبرول 19% دي سي. وبكده نكون خلصنا الفيديو النهاردة. أتمنى أن يكون المحتوى عجبكم، وأتمنى أشوف اقتراحاتكم على القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.